قام وزير النقل محمد الحبيب زهانة بزيارة مشروع نهاء الحاويات بمؤسسة ميناء جنجن بجيجل للوقوف على مدى تقدم الأشغال ومدى تنفيذ التعليمات المسداة سيما ما تعلق بوتيرة الإنجاز، حيث تم الوقوف على أشغال المنطقة الأولى من المشروع على مسافة 320 مترا بعمق 14 متر، وينتظر الانتهاء منها خلال نهاية شهر جوان من السنة الجارية حسب الأجال المحددة. الوزير خلال المعاينة أسدى تعليمات تتعلق بالتأكيد على الانتهاء من أشغال المنطقة الأولى الرصيف الشرقي 320 متر نهاية شهر جوان المقبل وفقا للآجال التعاقدية، والعمل على استلام الوسائل المادية من المعدات والتجهيزات اللازمة للأشغال يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري. أيمن عبد الرحيم بعث بالتالي. اليوم نقدر نقول بلي وصلنا الى مفترق الطرق، وين شويه استغلينا الامور اللي كانت تنقصنا في بدايه هذا المشروع، شويه ربحنا شويه وقت. يجب لازم نزيدوا نكثفوا من المجهودات والعمل مع سائر المتعاملين في هذا المشروع حتى نتمكن من استلامه في الاجال التي حددت في بدايته. كما أسدى أيضا وزير النقل محمد الحبيب زهانة تعليمات صارمة للمسؤولين بالموانئ، وأصر على ضرورة احترام المعايير المعمول بها من مدة الشحن وإعادة الشحن وكذا مدة تنفيذ الإجراءات الأمنية وغيرها. نعطي تعليمات فيما يخص المسؤولين هذه الموانئ، اللي كاين بعض المعالم التي سوف تحترم وتقيم في نشاط الموانئ كلها، اخص بالذكر لو سيجور دو لاراد، لو سيجور دو اكي، مده الشحن واعاده الشحن، مده تنفيذ الاجراءات الامنيه ولا امنيه اللي ما اخص الحاويات، مده لي فيزيت. اليوم اكثر من اي وقت اخر نحن مطالبون من اجل رفع من هذه المعايير. وزير النقل وفي معرض حديثه أكد أن كل الموانئ ستكون تحت المجهر، كما طالب بإعادة تنظيم عملية تسيير الموانئ، مشيرا إلى أن فكرة الخمول في التسيير غير مرحب بها. كل موانئ سوف تكون تحت المجهر انطلاقا من هذه المعايير، وبالتالي المطلوب منا إعادة تنظيمنا فيما يخص إطارات ونمط التسيير على مستوى الموانئ. الخمول في هذا الإطار غير وارد، وكل واحد تتصف به هذه الصفات ليس منا. نحن أمام تحدي كبير، تحدي والأهداف اللي سطرها السيد رئيس الجمهورية فيما يخص التصدير، فيما يخص تقليص مدة السيجور ان راد، وكذلك على الارصفه وكل التعاملات الخاصه فيما يخص الحاويات، فيما يخص القمح، فيما يخص المواد الصلبه. لازم نوصلوا الى مستوى المعايير العالميه حتى نتمكن باش نعاونوا ونكونوا مرافقين للاعوان اللي على عاتقهم التصدير او على عاتق الدوله لنخفض من فواتير لاسيورستان.